افتتح وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي مشروع التمكين الاقتصادي لـ70 مشروعاً نسوياً التي تتبناها مؤسسة رسالة لتنمية المرأة، مؤكداً أهمية تمكين النساء اقتصادياً. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير الذي أعدته الزميلة نعايم خالد. افتتح وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي معرض عرض مشاريع التمليك لما يقارب 70 مشروعاً صغيراً للنساء الأشد احتياجاً من الأرامل والمطلقات والنازحين، برفقة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عدنان الحكيمي ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبد علي ومدير مديرية المظفر أحمد جامل. نحضر اليوم افتتاح توزيع عدد 70 مشروع تقوم فيها مؤسسة رسالتي لعدد من الأسر الموجودة في المحافظة، 7 مديريات تقريبا. هذه المشاريع 70 هي لـ70 أسرة تعمل على تمكين الأسرة والتخفيف من معاناة الأسر الموجودة التي يتم التوزيع لهذه المشاريع بين مكاين خياطة وتصنيع عدد من الاحتياجات اليومية التي يتم توزيعها من قبل هذه الأسر. يعني الفكرة الأساسية أنه أخذ 70 أسرة وتمكينها بعدد من المشاريع التي تحقق تخفيف معاناة هذه الأسر. طبعاً اليوم قمنا بتدشين مشروع توزيع 70 مشروع لتمكين المرأة في محافظة تعز مقدم من مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة. هذه المشاريع طبعاً سيكون لدورها الكبير في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لدى المرأة بعد أن تم تأهيلها تأهيلاً كاملاً، وسيكون هذه المشاريع مدرة للدخل وستعمل على التخفيف من معاناة هذه الأسر وترفع من نسبة التنمية الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة، تعمل على إزالة الفقر من بين أوساط المجتمع وكذلك البطالة. طبعا مؤسسة رسالتي دعتنا إلى هذا الاحتفال بمناسبة تمكين مجموعة من المحتاجين والأرامل من النسوة المبدعات لتمكينهم من بعض المشاريع التي تدرع لهم بالدخل ولأسرهم. فنحن دائما نلاحظ أن هذه المؤسسة مبدعة وممتازة في تنويع المشاريع التمكين من خياطة، من تدريب، من تسليم مساكن للمحتاجين والأرامل على أساس أنه ترفع من مستوى معيشة الفرد. ثريا فرحتها لا توصف، فهي تريد أن تعول أسرتها من عرق جبينها، وماكينة الخياطة التي استلمتها من مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة في مشروع التمليك الذي يدعم من أنترسوس وفريق عطاء المرأة الكويتية والعديد من الداعمين الخيريين، وذلك لإيجاد مشاريع مدرة لدخل تضمن العيش بكرامة من وسط ركام الحرب. تدربت بخياطة والآن تملكت الحمد لله، وأقدر الآن أعيش وأوفر لقمة عيش، وأقدر أعيش من عرق جبيني الحمد لله، وشكرا للي دعمونا ووقفوا معنا. شكرا. نحن اليوم نملك 70 أسرة في مجالات مختلفة، مجال الخياطة والبخور والأقمشة والدلالة وكشك والتسليك الكهربائي وصيانة الجوال. الفئة المستهدفة هي نساء مطلقات، أرامل، أزواجهن معاقين، يعني امرأة معيلة تعاني من ضنك العيش كما يقال. التكلفة الإجمالية للمشروع كانت 21 مليون، كانت بدعم من فاعلين خير ومؤسسة عطاء المرأة الكويتية ومنظمة الإنترسوس. مؤسسة رسالتي دائما تفاجئنا بأعمال تخفف من وطأة الحرب وحدتها، فـ70 مشروعا لنساء أرامل ومطلقات ونازحات جزء لا يتجزأ من إيجاد حل حقيقي وجذري في رفع معيشة النساء. نعايم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.